حنا ما قطعناش الرزق، تمشي تعطي الميكانيك ديك 40 درهم ولا 50 درهم ولا، ولكن كاينين الناس الله يحسن العوان ما في حالهمش. دابا الدراري غادي نوريكم يعني الاشياء، يعني الاشياء اللي غادي نحتاجوها، يعني المفاتح السوارت اللي غادي نحتاجوهم باش نحلو البوجي وباش نحيدوه. اوكي، السوارت هانتوما كنحتاجو هذا الساروت ديال 16، وكاين البوجيات كل محرك والبوجي اللي كياخذ، كاين اللي كيكون عنده الساروت ديال 19 الا ما خفت نكذب. اوكي، غنحتاجو هذا الاول، ها هو غنحطوه هنا، وغادي نحتاجو هاد المفكات هادو، غادي نحتاجو هذا ديال 10، ها هو هذا ديال 10، وكنحتاجو هاد الراس ديالو. اوكي، انا غادي نستخدم هاد الطويل هذا، غادي نحتاجو احنا كيفاش غنديرو له هكا، وكنحتاجو هذا كندخلوه فيه. هذا هو باش غادي نحل انا البوبين، حيت عندي البوبين كل سلندر والبوبين ديالو. يلا خليكم معنا نمشي نحل الكابو. انتوما الدراري نحلوا هذا الكابو هذا هكذا. هنا الدراري احنا حلينا الكابو، ناخذوا هاد السوارت ديالنا هادو، هاو اوكي. ها البوبين انا كي عندي كل سلندر والبوبين ديالو. اوكي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، اوكي ستة ديال لي بوبين. اللي عنده بحال هاد البوبين هادو كيحتاج الساروت ديال 10، ها هو باش غادي تحل هاد الجوايه هادو وتحيد البوجي. اوكي، ها انتم غادي نخدم الدراري غير بيد وحده هكذا، بسم الله. اوكي، ها هو هكذا، وكتحل بكل سهوله. كنحاول الدراري نوري لكم يعني لي ديطاي كاملين باش الناس كلها تستافد. كيدخلوا عندي شي ناس كيقول لك الفيديو راه طويل راه طويل، كنقول لهم اخوتي انايا الفيديو الا كان طويل، كاين الناس اللي باغيين الفيديو طويل باش كنعطيهم المعلومات كاملين، اما اللي عارف المعلومه انا ما كيهمنيش يشوف الفيديو ولا ما يشوفوش، داك الشيء سوقه. كاين الناس ما عارفينش، كنبغيو نوريو لكم الاخوان كل شيء بلي ديطاي. اوكي، هو دابا هذا حيدناه. البولونات ملي كتحيدهم ما عمرك ترميهم هكا، تحطهم هنا ولا هنا ولا هنا، يقدروا يطيحوا لك في قلب ما بين المحرك الداخل، ديما حطهم هنا هكا. ها هي دابا كنكليكيو على هاد الكليبس هذا، كنطلعوه كنحيدوا هاد الفيشه هادي ديال الضو هكا، كنجبدوا هاد البوبين. ها هي حيدناها نحطوها هنا. دابا كنجيبوا هاد الساروت، ها هي كمولاتي كسميتها البوجي، كندخلو هدا هنا هكدا بهاد الطريقة. اوكي، وكندورو هنا، خصني شوية ديال الجهد دابا باش ندور هاد الساروت هدا، نحاول نديرلو غي هكا. نحط التليفون الداري على ما نحلها ونعاود نصور. هانتوما الدراري، ها هي دابا حليتها، هانتوما البوجي ملي كتحلها راه كتبقى لاصقه لك فهاد الساروت هذا. اوكي، كتجبدها في الساروت بلا حتى شي حاجه. اللي ما عندوش الساروت يعني اللي ما عندكش ديك الرونديل اللي كتقبط لك البوجي باش تحيدها، غادي دير غير واحد الهند، واحد الهند كديرو شي طورنو في سطويل وكتجبد به. اوكي، ها هي دابا طلعت معنا البوجي ديالنا، ها هي شتي ها البوجي انايا الدراري كيف عندي داير، ها هو ها البوجي. انا عندي موتور كبير يعني كندير هادو، والبوجي اللي كنستخدم ها هو. نجبدو ونوري لكم.
البوجي اللي كنستخدم الدراري انا كندير بوش. هاو ما عرفوش كيبان لكم ولا ما كي... هاو بوش، كنستخدم البوجيهات ديال بوش. اوكي، ملي كتجبد البوجيه الاخوان هنا كتلاحظ واش عندك هاد الريوس من كولين او ماشي من كولين. نتوما غالبيا كيكون عندكم ديال واحد، انا عندي فيه اربعه. اوكي، انا عندي فيه اربعه ديال الريوس حيت محرك كبير. والطريقه ديال التركاب ديال البوجي ها هي كيف ما غادي نوريكم دابا. نرجعوا البوجي ديالنا هنا في هذا الساروت هذا هكذا اوكي، وكنجيبوها كندخلوها هنا هكا. يد وحده ما كتخدمش الدراري، وحاول هنا ما يطيحش لك الوسخ هكذا. ملي كتركب البوجي حاول ما تزيرش بزاف، حيت اصلا المحرك ملي كيدير امارش لي بياس والبولونات كلشي كيتزير فيه اوتوماتيك بالصاد، كتزير نورمال. صافي هكذا، وكتجبد الساروت وكترجع السلك. الا كان عندك السلك كترجع السلك، كانت عندك البوبين كترجع البوبين هكذا بهذه الطريقه. هذه كتجيب هاد البولونات كتركب البولون ديالك هنا كترجع هادو. يعني راه القضيه ساهله، هادشي علاش الاخوان كنقول لكم تعلموا راسكم، تعلموا راسكم الاخوان، تعلموا راسكم، راه هادشي هذا راه ساهل. حنا ما قطعناش الرزق تمشي تعطي الميكانيك ديك 40 درهم ولا 50 درهم ولا، ولكن كاينين الناس الله يحسن العوان ما فحالهمش ديك 20 درهم ولا 40 درهم تقدر تاكلها خبيز مع وليداتك. حنا صافي ركبنا البوجي ديالنا، دابا كنرجعو كنهزو هاد الكليبس هذا هكا، وكنجيبو هاد الفيشه هادي نرجعوها في البلاصه ديالها هكا، كندخلوها ها هي. صافي هذا هو البلان الدراري. كنتمنى الاخوان يكون هذا الفيديو هذا ان شاء الله فدتكم به واعجبكم، بارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله. صافي هذا هو البلان الدراري. كنتمنى الاخوان يكون هذا الفيديو هذا ان شاء الله فدتكم به واعجبكم، بارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.